استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم في قصر الصافرية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الذي يزور البلاد، حيث نقل إلى جلالة الملك المعظم تحياتي وتقدير أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة وتمنياته للمملكة وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما أبلغه جلالته بنقل تحياته وتمنياته لسمو أمير دولة قطر وللشعب القطري الشقيق بدوام التطور والرفعة. وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتنميتها في المجالات كافة.